مهدي المهندس على رأس أرتال من الحج الشعبي إليها. تبدو تطورات متسارعة ومتصاعدة فيما يتعلق باستفتاء إقليم كردستان. الوفد الكردي يستعد ليشد رحاله إلى بغداد، لكن حتى الآن يصر الكرد على رفض كل المقترحات الحكومية والدولية لتأجيل، ويطالبون ببديل مقنع لهم. فما هو البديل؟ المحكمة الاتحادية أيدت طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بشأن عدم دستورية إجراء الانتخابات، وأصدرت أمرا ولائيا بإيقاف الاستفتاء، إلا أن الإقليم ماض رغم ذلك، وافتتح اليوم مكتبين لمفوضية انتخابات كردستان في كركوك ونينوى. آخر تطورات ملف استفتاء كردستان نناقشها في حلقة اليوم، لكن قبل ذلك نتابع أبرز المنشطات. مفوضية الانتخابات في كردستان تعلن رسميا افتتاح مكتبين في كركوك ونينوى لإدارة عملية الاستفتاء. وزير الدفاع البريطاني يؤكد من بغداد أن بلاده ترفض استفتاء إقليم كردستان. لاريجاني يحذر من أزمات مستقبلية قد يتعرض لها العراق إثر تداعيات استفتاء انفصال كردستان. قوات تركية تجري مناورات عسكرية على الحدود العراقية قبل أسبوع واحد من موعد إجراء الاستفتاء في الإقليم. تحضيرات نيابية من حيتان للفساد تتحرك بحرية داخل العراق وخارجه بعلم الجهات الرقابية. نفتح النقاش في ملف الاستفتاء واخر تطوراته مع ضيفنا سيد منصور البعيجي النائب عن ائتلاف دولة القانون. سيد منصور اهلا بك معنا. اجتمعتم يوم امس، وهذا الاجتماع كان من من المؤمل ان يضع النقاط التي سيتم التفاهم مع الوفد الكردي الذي سيزور بغداد. هل وضعتم الاطر التي سيتم الحديث فيها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وتحية لمشاهديكم الأفاضل. أهلا. طبعا الوفد الذي سوف يزور بغداد يوم قد هو ليس صاحب قرار، وإنما وفد مرسل من السيد مسعود برزاني، ولديه عدة شروط وأمور كثيرة. فأعتقد الوفد أو هذه الزيارة ليس فيها أي جدية، لأن كانت هناك قبلها كثير من الزيارات لن تجدي أي منفعة للشعب العراقي، وهذا الوفد هو ليس صاحب قرار، وأعتقد لديه شروط ومكاسب كثيرة، لأن هو أصل الاستفتاء الذي أراده السيد مسعود برزاني هو لأذرع الحكومة الاتحادية، وكذلك لكسب أمور كثيرة ومكاسب كثيرة، لأنه دائما ينقل أزمات الإقليم إلى العاصمة بغداد. يعني سيد منصور، إذا كان هذا رأيكم، لماذا اجتمعتم لتناقشوا ملف الاستفتاء إذا؟ ملف الاستفتاء هو طبعا غير دستوري وغير قانوني، والدليل على ذلك مجلس النواب العراقي قبل 4 أيام أصدر قرارا بإلغاء الاستفتاء، وحمل السيد رئيس الوزراء، ومن خلال ذلك السيد رئيس الوزراء فاتح المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاستفتاء، وفعلا اليوم المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا بعدم دستورية الاستفتاء، ولكن هناك أصرار من السيد مسعود برزاني على إجراء الاستفتاء لأمور كثيرة، وأعتقد في هذا الاستفتاء رغبة إسرائيلية أكثر ما هي رغبة كردية، لأن الشعب الكردي مغلوب على أمره، وأكثر من 50% لا يريد الاستفتاء، لأن الاستفتاء لا فيه مصلحة للشعب العراقي عامة ولا مصلحة للشعب الكردي خاصة، وإنما هذا الاستفتاء سوف يجر البلد إلى الفوضى، وكذلك يجر البلد إلى التقسيم وإلى أمور كثيرة، وأعتقد إلى نزاعات عشائرية، واحتمال يصل إلى حروب إذا كان هناك إصرار من السيد مسعود برزاني. ولكن يعني سيد منصور، بالأمس السيد ماجد الشنقالي وصف الوفد الكردي الذي سيزور بغداد بأنه أولا سيكون برئاسة شخص رفيع المستوى، ثانيا سيحاول يعني التفاوض بشكل معمق، وتختلف هذه المرة عن سابقتها.
مع من يتفاوض؟ السيد رئيس الوزراء هناك لديه سفر اليوم وكثير من الوزراء إلى نيويورك، وإنما الباقي هو رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية هو من يمثل الإقليم، ورئيس الجمهورية هو من يحمي الدستور. فمع من يتفاوض هذا الوفد رفيع المستوى؟ وليس هذا الوفد هو صاحب قرار، لأن صاحب القرار السيد مسعود برزاني، لأن لو كان القرار لهذا الوفد لأمور كثيرة حلت قبل هذه الزيارات، لأن كان زيارتين قبل هذه الزيارة للوفد إلى الحكومة الاتحادية، ولكن القرار هو يتبع السيد مسعود برزاني، لأن هناك كثير من الدول رافضة لهذا الاستفتار، كل الدول الإقليمية والدول الجوارة، إيران وتركيا وسوريا والأمم المتحدة وكل الدول ما عدا إسرائيل داعمة لهذا الاستفتاء. فالمفروض على السيد مسعود برزاني يحترم إرادة الشعب العراقي ويحترم هذه الدول، ولكن هناك لديه إصرار بهذا الاستفتاء. أما هذا الوفد الذي أرسله فهو ليس صاحب قرار، وإنما يرجع إلى السيد مسعود برزاني ويشرح له الأوضاع، والقرار يعود إلى السيد مسعود برزاني. طيب سيد منصور، يعني موقفك هذا ألا يفهم بأنه غلق لأبواب الحوار مع يعني أربيل؟ اختي العزيزة، الحوار هو إذا ما يكون دستوري وقانوني مع من حوار؟ هو الموضوع الاستفتاء غير دستوري وغير قانوني. أنا وفد يجينا على شنو؟ إذا أراد الوفد أن يتكلم يكون كلامه قانوني ودستوري، زين إذا الموضوع هو مو قانوني ودستوري، خارج الإطار القانوني والدستورية وخارج إرادة الشعب العراقي، أنت ما تفرض عليه تودي لوفد حتى تريد مكاسب ومغانم أو اقتصادية لإقليم كردستان، وإنما إذا أراد السيد مسعود برزاني يحترم إرادة العراقيين ويحترم الدستور، مع العلم الدستور صوت عليه الإقليم وكل أطياف الشعب العراقي، فالمفروض يكون هناك احترام، ولكن مع الأسف الدستور عرض الحائط بالنسبة ضرب الدستور عرض الحائط بالنسبة للسيد مسعود برزاني. الدليل على ذلك لأن هو المفروض لو كان يحترم الدستور لقدم استقالة قبل سنتين عند انتهاء فترة دورته، لأنه صار أكثر من 10 سنوات وخلال سنتين هو موقفه غير شرعي وغير قانوني وغير دستوري. ولكن سيد منصور، يعني بغداد دائما ما يعني كانت تفضل الحوار على اللجوء إلى أمور أخرى، منها يعني التلويح بالقوى العسكرية. حتى السياسيين العراقيين اليوم داخل البرلمان خارج البرلمان أصحاب كتل أيضا كانوا يرجحون الحوار على موضوع القوى العسكرية. إذا كان اليوم رأيكم بهذا الاتجاه يتجه بأن مثلا الوفد الذي يزور اليوم بغداد لا يمثل الرأي الذي سيؤخذ به، إلى أين ستتجه الأمور؟ هو مو ما يمثل الرأي أختي العزيزة، وإنما الوفد مو صاحب قرار، هذا الوفد اللي قدام مسعود مو صاحب قرار، يرجع يجي يناقش وعنده شروط وما ينطق قراره، مو صاحب قرار الآن يم الحكومة الاتحادية. وأنا قلت لك رئيس الوزراء عنده سفر ومسافر إلى مؤتمر موجود رئيس الجمهورية، المفروض على رئيس الجمهورية إذا ما يقدر يستدعي يستضيف السيد مسعود برزاني هو يروح لمسعود برزاني. ولكن سيد منصور رئيس الجمهورية سيد منصور، يعني المقترحات الأممية التي قدمت إلى الإقليم ألا تعلم بها الحكومة العراقية؟ أختي العزيزة، من هو صاحب مقترح الاستفتاء؟ هو السيد مسعود برزاني. ليش ما يجي السيد مسعود برزاني؟ هو يحل المشكلة. إذا أراد يلتقي بالوفدين يلتقي برئيس الجمهورية يلتقي برئيس الوزراء، ليش يودي وفد رفيع المستوى؟ الوفد مو صاحب قرار، يجي يناقش ويرجع يعطي قرار للسيد مسعود برزاني. فأعتقد الوفد اللي راح يجي لبغداد مو صاحب قرار، وهذه الوفد ما بها أي جدوى لحل هذه الأزمة. طيب وإنما مقترحين أمميين سيد مسعود برزان، وإذا لنتحدث في هذه النقطة، مقترحين أمميين قدما للسيد مسعود البرزاني لتأجيل الاستفتاء. الجانب الكردي طالب بضمانات زمنية، يعني لماذا اليوم لا تجلس بغداد مع أربيل على طاولة حوار واحدة ليتحدثوا بداية عن هذه المقترحات؟ احنا بالنسبة للحكومة الاتحادية وبالنسبة لمجلس النواب العراقي، احنا لن نناقش اي مقترح خارج الدستور العراقي والقوانين العراقية. ما يفرض مسعود برزان على الحكومة العراقية عنده مقترحين شروط تحدد لزمن وحدد لغير امور. بالعكس، اذا كان كلامه دستور وقانوني خلي يجي يناقشنا، واذا كلامه مو دستوري وقانوني ما نسمح له ولا نسمح للاستفتاء، وخلي هو ايش عنده يسوي خلي يسوي. طيب سيد منصور، لا تعطون ضمانات ولا تقبلون بالحوار، يعني هل أنتم ستلجؤون إلى الحل العسكري في حال قيام الاستفتاء؟ ضمانات شنو أختي العزيزة؟ ضمانات شنو؟ يعني الجانب الكردي يطالب بضمان زمني تكون يعني تحت رعاية أممية حتى يضمن تأجيل الاستفتاء مثلا لمدة عامين وإجرائه بعد عامين بعد التفاهم بين بغداد وأربيل.
اختي العزيزه، هو الاستفتاء اول شيء دائما نتكلم ونقول غير دستوري وغير قانوني، ومو وقت الان، لان انت تعرفين العراق الان في حاله حرب مع داعش وكثير اموره، وهناك مراهنات ومؤامرات على العراق، المفروض مو وقت هذا، بس ما يجي عليه سنتين وثلاثه، المفروض هذا شيء داخل عراقي، الاقليم تابع للعراق، ما يجيب للامم المتحده تحل مشاكلنا، هذا شيء معيب، المفروض الاقليم والسيد مسعود برزاني يجلس مع الحكومة، مع العلم أن رئاسة الجمهورية هي للإقليم أعلى سلطة، يعني حماية الدستور لدى الإقليم، المفروض نحل مشاكلنا بدينا، ما يفرض علينا أنت مقترحين الأمم المتحدة والأمم المتحدة تفرض على الشعب العراقي، بالعكس أكو دستور، الكل يحترم الدستور، إذا كان مسعود خارج الدستور فلا نتكلم مع السيد مسعود برزان وخارج الأطر القانوني، وإذا كانت مقترحاته من ضمن الدستور والأطر القانونية فنرحب بهذه المقترحات، أما إذا أصر السيد مسعود برزاني الى الاستفتاء خلي يستفتى محافظات الثلاثه اللي هي كركوك واربيل ودوك، ليه يستفتى محافظات متنازع عليها مثل كركوك وسنجار، عفوا دهوك واربيل وسليمانيه، فليه يستفتى بكركوك؟ لان كركوك فيها كل اطياف الشعب العراقي، فيها عرب وفيها مسيحيين وفيها يزيديين وفيها تركمان، كل اطياف الشعب العراقي، واذا تضرر الطائفه من اطياف الشعب العراقي سوف تجر الى حرب عسكريه. نعم اليوم افتتحوا مكاتب في كل من كركوك ونينوى، ومكاتب يعني تابعه لمفوضيات الانتخابات، هم يسيرون بالاتجاه الذي يريدونه. اختي العزيزه خلي يفتتح مكاتب بكل محافظاته، هذه مجرد زوبعه اعلاميه، وانا هسه اقول لك من قناتكم المنقره ما راح يصير استفتاء، او قبل موعد الاستفتاء بايام قليله سوف ياتي بشروط هو بنفسه، لان هذه هي كلها يريد السيد مسعود برزاني مكاسب وامور كثيره ولو اذرع الحكومه الاتحاديه، فاعتقد الاستفتاء لن يحدث، لان الاستفتاء او وحده العراق خط احمر، لا نسمح للسيد مسعود برزاني ولا اي جهه ثانيه ان تعمل بوحده العراق وتمس سياده العراق، وياتي وهذا الدفع كله هو من اسرائيل، لان الاستفتاء في الاقليم هو يعني دفع اسرائيلي اكثر ما هو دفع للكرد. طيب سيد منصور، يعني تقول بان الاستفتاء سيلغى قبل ايام من موعده وهو 25 من هذا الشهر، هل هو فقط كلام وتكهن أم هنالك ما تعرفه يدور خلف الأبواب؟ هذا رأيي، لأن دائما السيد مسعود برزاني يحدث أزمات كثيرة وكبيرة من الإقليم ينقلها إلى المحافظة، وفي الأخير هو عندما يحصل على مكاسب وأمور كثيرة يريدها ببال فينتهي الاستفتاء، فأعتقد هذا الاستفتاء أيضا أزمة سياسية أراد من خلالها أن يحصل على مكاسب وأن يغطي على فشله خلال 10 سنوات، لأن الإقليم الآن أكثر الشعب الكردي لا يريد الاستفتاء أكثر من 50%، وإنما هذه إرادة حزب واحد اللي هو الحزب الديمقراطي الذي رأسه مسعود برزاني وقليل من الأكراد، لأن لو كان فعلا الإقليم أراد الاستفتاء فنرحب بالاستفتاء، ولكن الاستفتاء خلي يكون داخل الإقليم وليس على محافظات متنازع عليها، إذا أراد أن يستفتي في خلال 3 محافظات فليستفتي، وعندما يصبح دولة المفروض بعدين يكون استفتاء على كركوك وسهل نينوى ومن يرغب ينضم إلى الدولة الكردية أو يرغب إلى الدولة العراقية، فأعتقد هذه أمور أزمة سياسية أحدث أو أقام بها السيد مسعود برزان للتغطية على فشله، وأراد من خلالها أن يحصل على مكاسب جديدة أضافة المكاسب السابقة التي حصل عليها من الحكومة الاتحادية. نعم سيد منصور البعيجي نائب عن ائتلاف دولة القانون، شكرا جزيلا لك. المواقف الدولية الرافضة لإجراء استفتاء كردستان تتصاعد يوما بعد آخر في ظل إصرار الإقليم على المضي بمشروعه. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تتوالى المواقف الدولية الرافضة لاستفتاء إقليم كردستان،
وفي الوقت ذاته يصر الإقليم على المضي قدما في خطوات إجراء الاستفتاء. رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني حذر من أزمات مستقبلية قد يتعرض لها العراق إثر تداعيات استفتاء انفصال كردستان، إلى جانب الضرر الاقتصادي الذي سيتعرض له الإقليم، ولذلك فإن إيران تعارض تنظيمه. هذا الموقف لم يكن بعيدا عن موقف الأمم المتحدة التي قدمت مقترحات لتأجيل الاستفتاء مقابل الإشراف على جولات من الحوار بين بغداد وأربيل. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس قال إن أي قرار أحادي الجانب بإجراء استفتاء في هذا الوقت من شأنه أن يشتت الانتباه عن الحاجة إلى هزيمة تنظيم داعش، فضلا عن إعادة إعمار المناطق المحررة وتيسير العودة الآمنة والطوعية لأكثر من 3 ملايين نازح ومشرد داخليا. وفي الوقت نفسه أكد وزير الدفاع البريطاني الذي يزور العراق رفض بلاده لإجراء الاستفتاء، مشيرا إلى أنه سيبلغ رئيس الإقليم مسعود البرزاني هذا الموقف. لكن في موازاة كل هذا الرفض، أعلنت مفوضية انتخابات كردستان افتتاحها رسميا مكتبين في كركوك ونينوى لإجراء الاستفتاء، ضاربة بكل المواقف الدولية والمحلية عرض الحائط. نرحب بضيفنا سيد سعد الحديث المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء. سيد سعد أهلا بك معنا. المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا يقضي بإيقاف إجراء الاستفتاء، يعني إثر طلب طبعا قدمه رئيس الوزراء حيدر العبادي. الحكومة اليوم تقوم بكل ما بوسعها لإيقاف إجراء الاستفتاء، هل هنالك خطوات أيضا مستقبلية قريبة لحين موعد الاستفتاء؟ نحن قلنا منذ البداية أننا سوف نسعى بكل السبل الدستورية والقانونية والسياسية لعدم إجراء الاستفتاء، لأنه منافي ومتناقض مع أحكام الدستور في 8 مواد من هذه المواد الدستورية، وأيضا لأنه لا يتوفر عليه غطاء قانوني ويلحق ضررا لمصلحة البلاد ويؤدي إلى إيجاد حالة من الاحتقان والتشنج في المناطق التي تشكل خليطا مجتمعيا في إقليم كردستان والمناطق المجاورة له. وبالتالي نحن باشرنا بهذه الإجراءات وصدرت قرارات عن مجلس الوزراء وعن مجلس الأمن الوطني العراقي وعن مجلس النواب، واليوم صدر قرار عن المحكمة الاتحادية بصدد إجراء أو استفتاء وقف إجراءات استفتاء الإقليم فيما يتعلق بالانفصال عن العراق. بالتالي اليوم اكتملت أضلاع المثلث الثلاث فيما يخص رفض الاستفتاء. اليوم السلطة الاتحادية في العراق بكل عناوينها أظهرت موقفا واضحا وثابتا بصدد عدم شرعية هذا الاستفتاء، ودعت حكومة الإقليم والجهات الفاعلة في الإقليم إلى التوقف عن هذه الإجراءات لأنها تلحق ضررا وتؤدي إلى تهديد السلم والأمن الأهليين في العراق، وتلحق ضررا بجهود العراق لتشتيت أو لتركيز الجهود على الحرب على الإرهاب. هذه الإجراءات بالفعل يعني سوف تؤدي بشكل أو بآخر إلى حالة من الاحتقان، الإصرار على المضي بنفس الطريق بنفس الاتجاه رغم كل هذه المواقف الداخلية والخارجية والأممية والدولية في المجتمع الدولي، حقيقة كمن يمضي في طريق مسدود، يعني لا مبرر ولا داعي للإصرار على خطوة غير صحيحة، يمكن التراجع عنها ويمكن العودة إلى الحوار، وأبواب الحوار مفتوحة على مصارعها أمام الأخوة في الإقليم لطرح القضايا الخلافية، للعمل بالتعاون مع الحكومة الاتحادية لتجاوز الخلافات لإيجاد مخارج الأزمات القائمة. وبالتأكيد هذا الأمر يجري تحت سقف الدستور وبما يحقق الوحدة الوطنية العراقية ويحفظ مصلحة البلاد العليا. لهذا هناك خيار متاح أمام الحكومة، حكومة الإقليم، ندعو إليه ونشدد عليه ونجدد دعوتنا له، وهذا الأمر أصبح يعني مفهوما اليوم. موقف الإقليمي والدولي والأممي متناغم بل متطابق مع موقف الحكومة الاتحادية في رفض الاستفتاء، في ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد، في احترام أحكام الدستور العراقي واللجوء إلى الحوار، وهذا هو موقف الحكومة الاتحادية منذ اليوم الأول للإعلان عن النية بإجراء الاستفتاء في الإقليم. طيب سيد سعد، يعني هنالك زيارة للسيد العبادي للولايات المتحدة، هذه الزيارة كان من المؤمل أن تناقش الانتصارات على داعش، أن تناقش الحرب على الإرهاب، وأيضا القضاء عليه نهائيا في العراق، هل يمكن أن يطغى على هذه الزيارة ملف الاستفتاء؟
حقيقة موضوع الزيارة حتى الآن يعني تعرفين الوضع في العراق اليوم بحاجة إلى متابعة، ورئيس الوزراء منشغل بصورة كاملة بالضمان عدم القيام بخطوات تلحق ضررا بتماسك النسيج المجتمع العراقي بالسيادة الوطنية العراقية العليا على البلاد، على كامل التراب العراقي بالوحدة الوطنية، تؤدي إلى خلق توترات في المناطق المتاخمة الإقليم. وإذا ما تمت الزيارة، هذا الأمر لم يحسب حتى الآن، إذا ما تمت الزيارة بالتأكيد يعني هنالك ملفات يحملها رئيس الوزراء إلى المجتمع الدولي، اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة وحضور العراق فيها ولقاء بقادة وزعماء ومسؤولو كثير من المنظمات الدولية والإقليمية، هو أمر أساسي للعراق لإيضاح موقفه بشأن الحرب على الإرهاب، بشأن جهود العراق في مواجهة الأزمة المالية وإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي والبرنامج الإصلاحي الذي تبنته الحكومة والذي قامت بإجراءات به وتسعى لاستكماله مستقبلا، وأيضا دور المجتمع الدولي في دعم جهود العراق في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في العراق بالذات في المناطق المحررة. وكذلك بالتأكيد نحن نسعى لتعزيز الموقف الدولي الداعم لموقف الحكومة العراقية فيما يخص الاستفتاء، والحديث مباشرة مع قادة وزعماء العالم مع المسؤولين الأمميين والدوليين سوف يكون فرصة مناسبة لإيضاح موقف الحكومة العراقية بشكل كامل ورغبتها في عدم الإضرار بحالة التآخي بين المجتمعات العراقية، بين المكونات المجتمعية العراقية، وكذلك بين الإثنيات العراقية الموجودة في الإقليم وخارجها، وضرورة الحفاظ على السلم والوئام الأهلي بين هذه المكونات. وهذا ما نسعى إليه من خلال تأكيد موقفنا في حال حصلت هذه الزيارة إلى نيويورك. يعني على الرغم من رفض الدولي وحتى الداخلي من قبل الحكومة الاتحادية لموضوع الاستفتاء، ولكن الأكراد ما زالوا مصرين على إجرائه. اليوم تم فتح مكاتب في كل من كركوك ونينوى تابعة لمفوضية الانتخابات والاستقلال التابعة لكردستان. كيف تنظر الحكومة لهذه الإجراءات؟ هذه الإجراءات أصبح واضحا بالقرار الذي أصدرته المحكمة الاتحادية اليوم أنها إجراءات غير دستورية غير قانونية، وبالتالي لا ترتب أي أثر ملزم بالنسبة لنا في الحكومة الاتحادية. الإصرار على إجراء الاستفتاء لن يكون مجديا كمن يسير في طريق مسدود، ولن يزيد المشاكل إلا تعقيدا وإفاقا بالوضع، وحقيقة قد تكون له تأثيرات سلبية، وهذا ما لا نريده طبيعة حال على فرص الحوار المستقبلي، خصوصا أنه هنالك تصريحات وإشارات صدرت من الإقليم عن ضرورة العودة إلى الحوار حتى بعد إجراء الاستفتاء. لكن نقول أنه يعني إمكانية الحوار قبل الاستفتاء سوف تكون أفضل وأجدى، وفرص التوصل إلى حلول سوف تكون أكبر بكثير وربما أسرع. لكن الإصرار على المضي بهذا الطريق رغم الرفض الداخلي والإقليمي والدولي ورغم التعارض مع الدستور ومع القانون العراقي، الإصرار على المضي بإجراءات الاستفتاء سوف ربما يؤثر على جسور الثقة التي نسعى لبنائها مع الإقليم في هذه المرحلة وفي المرحلة المقبلة لإيجاد مناخات وأجواء مناسبة للبدء بحوار جدي لحل المشاكل. الحوار يتطلب إيجاد مناخات من الثقة المتبادلة وإبداء رغبات في إجراء الحوار واستعداد للقيام بخطوات أساسية بصدد الوصول إلى توافقات مشتركة بصدد النقاط الخلافية. طيب الحوار يعني ليس فقط يعني ذهاب لل نعم تفضل. نعم الحوار ليس فقط يعني وضع إملاءات أو شروط معينة، الحوار هو تجاذب حديث بين الطرفين، ويجب أن يجري تحت سقف الدستور، ويجب أن تكون مخرجاته متوافقة مع أحكام الدستور، ويضمن وحدة البلاد والمصلحة الوطنية العراقية لجميع العراقيين، ويحقق تطلعات كل مكونات العراق ومن ضمنهم بطبيعة حال الأخوة الأعزاء في الإقليم أخوتنا الأكراد. يعني تقول بأن الحوار يجب أن يكون تحت سقف الدستور، هنالك قرار دستوري يعني خرج من مجلس النواب وهو بإقالة محافظ كركوك، ولكن اليوم محافظ كركوك لا يمتثل لهذا القرار. الحكومة هل لديها يعني أي خطوة باتجاه هذا الموضوع حتى يعني تنشئ استقرار في هذه المحافظة؟ نحن قلنا أن خطواتنا هي قانونية ودستورية وسياسية وفقا للقوانين المرعية وفقا لأحكام الدستور العراقي، وبالتالي نحن لا نريد أن ننجر إلى تصعيد. هذا حقيقة الحكومة العراقية الاتحادية لديها مسؤولية على كل أراضي العراق بما فيها الأراضي الخاضعة للإقليم،
وهنالك أيضا مسؤولية وطنية وأخلاقية ودستورية على كل مكونات المجتمع العراقي ومن ضمنهم الأخوة الأكراد في الإقليم، وبالتالي نحن لسنا طرفا في صراع مع طرف آخر، نحن نمثل إرادة وطنية جامعة لكل العراق بكل مكوناته وبكل أراضيه، ونمثل السيادة الوطنية على كل العراق، ولسنا طرفا مقابل طرف. لهذا نحن لا نريد أن ندخل في صراعات متقابلة، لكننا نثبت في ذات الوقت مبادئ وأسس دستورية عامة بضرورة الحفاظ على وحدة البلاد وعدم السماح بالتجاوز على أحكام الدستور. طلبنا من البرلمان أن يصدر قرارا أو يصوت على إقالة محافظ كركوك لأنه خالف نصوص القانون العراقي وتجاوز على الدستور العراقي، وبالتالي حدث هذا الأمر، والآن أصبحت الصفة القانونية منتفية عن هذا المحافظ، لم يعد محافظة لكركوك، وبالتالي أي قرار يصدر منه، أي إجراء يتخذه، أي أمر يوجه به لن يكون له صفة قانونية، وبالتالي نحن نسعى في المرحلة المقبلة إلى أن يكون هنالك طيب استبدال للمحافظة طيب الحالي. سيد سعد، يعني عذرا للمقاطعة ولكن في طريق مصلحة البلاد، عذرا للمقاطعة ولكن يعني أنت تقول أنكم تبتعدون دائما عن اللجوء إلى القوة أو جر يعني قدم يعني القوات الأمنية إلى حرب أو من هذا القبيل. يعني أبو مهدي المهندس اليوم يتوجه على رأس رتل من الحشد الشعبي إلى كركوك، يصل كركوك، هل هو بتكليف من الحكومة كونه يعني يتابع إلى القائد العام للقوات المسلحة؟ التحركات العسكرية تخضع بطبيعة الحال لإشراف القائد العام للقوات المسلحة، والتوجيهات تصدر من قيادة العمليات المشتركة باعتبارها هي الجهة التي تشرف على حركة وانتشار وتواجد القطعات العسكرية بعناوينها وتشكيلاتها المختلفة. لا حقيقة لست مطلع على هذه التفاصيل ولا أريد الخوض فيها، هذا ليس باختصاصي، لكن أنا نؤكد أن النتيجة قرار التعامل مع إجراء الاستفتاء أو الإصرار على المضي به هو قرار تتخذه الحكومة الاتحادية ممثلة برأس السلطة التنفيذية وهو رئيس مجلس الوزراء العراقي الدكتور حيدر العبادي، ونحن أكدنا منذ اليوم الأول ونعيد التأكيد اليوم أننا لسنا في وارد اللجوء إلى القوة على الإطلاق. هنالك خيارات دستورية وسياسية وقانونية نلجأ لها تباعا، وكما قلت طريق إجراء الاستفتاء مغلق بالنتيجة ولن يقود إلى أي إجراء يغير من واقع الحال القانوني والجغرافي المتعارف عليه في القانون والمواثيق الدولية للعراق بحدوده الممتدة من زاخو شمالا إلى الفاو جنوبا، وبسيادته الوطنية على كامل ترابه، وبكون الإقليم جزءا من الأراضي العراقية خاضع للسيادة الوطنية، وينتظم مع الحكومة الاتحادية بعلاقة الفيدرالية التي تحدد صلاحيات للحكومة الاتحادية مقابل صلاحيات الإقليم. وبالتالي نحن بالتأكيد لا نفكر على الإطلاق ولا يوجد مبرر للحديث عن القوة في هذه المرحلة. هناك خيارات عديدة نلجأ لها وحريصون على أن نحتضن الأخوة الأكراد وأن نقنعهم بالعودة من جديد إلى طاولة الحوار للخروج من هذا المأزق بالنتيجة لتحقيق مصلحة جميع العراقيين، ولسنا من دعاة دق طبول الحرب بالتأكيد، ليس هذا منهجنا، ونعتقد أن موقف الدستوري والقانوني كفيل بالنتيجة بتحقيق إرادة الحكومة الاتحادية واحترام الدستور والقانون والحفاظ على وحدة البلاد. نعم، سيد سعد الخديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء، شكرا جزيلا لك. ما زال البرلمان العراقي يراوح مكانه في اختيار أعضاء جدد لمفوضية الانتخابات، خلافات واتفاقات سياسية على تمرير أسماء بعينها وسط شد وجذب بين كتل البرلمان على الرغم من اقتراب انتهاء ولاية المفوضية الحالية. كل هذا وضع البرلمان العراقي أمام خيارات محدودة، فإما تمديد ولاية المفوضية أو الإسراع بحسم الأسماء الجدد، لكن يبدو أن ذلك لن يمر دون أن تحسم الكتل السياسية الأمر قبل عرض الأسماء الجدد أمام البرلمان، فجميع الأحزاب تريد أن تضع ممثلا لها في هذه المفوضية على الأقل لضمان الانتخابات المقبلة. نناقش ملف مفوضية الانتخابات مع النائب كامل نواف الغراري، لكن قبل ذلك نتابع هذا التقرير. مفوضية الانتخابات مشكلة ما زالت تراوح مكانها بسبب الخلافات بين الكتل السياسية على اختيار أعضاء المفوضية والاعتراض على آلية اختيارهم التي شهدت تدخلات حزبية. يشدد نواب في البرلمان العراقي على ضرورة إخضاع جميع المرشحين إلى الضوابط الموضوعة لاختيار أعضاء المفوضية. ثلاثة خيارات أمام مجلس النواب، فإما أن يمدد لهذه المفوضية شهرين أو ثلاثة بتشريع منه، وأما الخيار الثاني هو المضي بمشروع مقترح القانون الذي قدمته اللجنة القانونية فيما يتعلق بمجلس المفوضين. أما الخيار الثالث فهو أن يحسم المجلس موضوع أعضاء مجلس المفوضين الجدد
ويصوت على الأسماء الجديدة المرشحة من قبل أعضاء في مجلس النواب. وعن الإشكالية حول أعضاء المفوضية الجدد، يؤكد برلمانيون أن جميع أعضاء مجلس المفوضين الجدد حزبيين، وهو أمر أدى إلى رفض التصويت عليهم، إلا أن لجنة الخبراء كانت هي الأخرى محل جدل ورفض للكتل السياسية في البرلمان، التي تؤكد وجود اتفاقات سياسية على اختيار الأعضاء وفقا لمبدأ المحاصصة. نرحب بضيفنا سيد كامل نواف الغراري النائب عن بغداد. سيد كامل أهلا بك معنا، يعني ما قصة مفوضية الانتخابات التي عند ذكر اسمها أو حتى طرح الملف يتحول إلى مشكلة في البرلمان؟ نعم، اليوم كان اجتماع اللي هي الجلسة لمجلس النواب، وكان التصويت على عدة قوانين، من ضمن هذه القوانين هي قانون المفوضية العليا للانتخابات وتحديد أعضاء المفوضية الجدد للانتخابات. وهناك حصل بعض المساجلات بين النائب فارس طه الفارس وبين النائب محمد الكربولي. كان فارس طه الفارس النائب اللي هو رافض إلى الأعضاء اللي تكونهم الكتل السياسية، وكان التأييد من أعضاء مجلس النواب جميعا، وكان التصويت اللي هو أكثر عددا إلى اللجوء إلى أعضاء يكونون من القضاة، أعضاء من القضاة إلى المفوضية العليا للانتخابات. فكان هناك بعض المشكلة اللي هي بين النائبين، وتم فك الاشتباك بالأيادي، وهناك تم من قبل السادة النواب فك النزاع بين السادة النواب وتأجيل الجلسة إلى وقت آخر. هذا الأمر حدة المشكلة بما يخص المفوضية العليا للانتخاب وأعضاء المفوضية الجدد للانتخابات المقبلة. يعني سيد كامل، بكل ما طرحته لم نصل إلى حل، والمدة الدستورية لعمل مفوضية الانتخابات هذا الشهر تنتهي، هل نحن أمام إجبار لتمديد هذه المفوضية؟ نعم، نحن يا أما يتم تجديد الإجراءات المفوضية، يا أما تتأجل بالكامل وتكون لا توجد مفوضية للانتخابات القادمة. وهذا الأمر يجب على الكتل السياسية، وأن تكون هناك اجتماع طارئ لكافة القيادات السياسية الكبيرة لحسم هذا الموضوع بأسرع وقت ممكن. الوقت لا يكفي، الوقت لا يستطيع، الوقت أو السقف الزمني لا السماح إلى إجراءات تشكيل الأعضاء اللجان المفوضية للانتخابات. وإذا ما سرعوا في هذا المجال سوف تتأجل ولا توجد مفوضية عليا للانتخابات، ويتم الموضوع في اتجاه اللي هو رفض المفوضية العليا للانتخابات. طيب سيد كامل، يعني لماذا لليوم لم يتم اختيار شخصيات يقال عنها بأنها غير مسيسة وغير تابعة حزبيا لأي طرف، مع العلم الكل اليوم ولا كتلة ممكن أن تتنازل عن يعني وضع شخص يعود لها في هذه المفوضية؟ أريد منك الإجابة، ولكن بعد أن نتوقف قليلا. لإكمال الحوار مع ضيفنا سيد كامل نواف الغراري. سيد كامل، يعني لماذا لليوم لم يتم اختيار الشخصيات يعني التي هي تكون بديلة، أو حتى هنالك معلومات تتحدث عن 70% من هذه الشخصيات هي قديمة جديدة؟ نعم، اليوم المشكلة احنا كيف نثبت نزاهة المفوضية
وكيف نبتعد عن الحصص اللي هي سيست في مجال المفوضية ووصلت البلد إلى هذا الحال. اليوم يجب أن تكون هناك مفوضية عادلة نزيهة للعراقيين، أن يحترمون هذا الشعب كيف يعبر عن إرادة هذا الشعب. فاليوم المشكلة صراعات سياسية. اليوم عندما نأتي بأعضاء وتكون هذه الأعضاء متمثلة في أحزاب وفي كتل سياسية، وكل كتلة سياسية جايبة شخص معني، ويصير التلاعب في هذه الانتخابات. احنا ليش ما نرجع الى التسجيل الالكتروني؟ خلي نفضي، ما نخلي الانسان او البشر ان يدخل. هذا ما حصل. احنا لو ماشيين بهذا الموضوع اللي هو التسجيل الالكتروني او المفوضية الالكترونية، افضل من ما وصلنا الى هذا الحال. واليوم تعتبر اليوم كيف تكون الانتخابات اللي ماضية دخلتنا في مشاكل. واليوم تخوف اليوم كبير من الكتل السياسية، كيف يكون توافقات ما بين هذه الكتل السياسية، وكل كتلة سياسية تأتي بأحد أعضاء المفوضية الانتخابات ويحصل التزوير ويحصل الأمور الإقراء. طيب سيد كامل، يعني إذا كان هنالك تخوف كبير من جميع الكتل، هل هنالك إمكانية لتطبيق المطالب بإشراف دولي على هذه الانتخابات لتعيد ثقة المواطن فيها؟ نعم، المقترح اللي هو طالبنا به اليوم أن تكون أعضاء المفوضية من القضاة، والقضاة ينسبهم القضاء المجلس القضاء الأعلى، وتكون ذول القضاة هم اللي يديرون المفوضية العليا للانتخابات، ويكون تحت سقف زمني لهم حتى في سبيل تكمل المفوضية للانتخابات. وهذا اليوم عارضوا به بالبعض رؤساء كتل اليوم ما يريدون أن تكون هناك قضاة ليأتي بهم أو ينسبهم مجلس القضاء الأعلى. نعم، نحن نوافق بهذا الأمر، ويوافق الجميع إذا كان هناك من القضاة. أما إذا أعضاء تنسبهم كتل السياسة، هذا مرفوض من حتى الشعب يرفضهم، والسادة النواب يرفضون هذا الشيء. نعم، السيد كامل نواف الغريري النائب عن بغداد، شكرا جزيلا. مشاهدينا، نصل لختام حلقة اليوم من منشط أحمر. عضو ألقاكم يوم غد بنفس التوقيت.